سيطرت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي بعد موت الفنان هيثم أحمد زكي المفاجئ عن عمر يناهز 35 عاما، وأعلن في البداية أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية. لكن بعد ساعات ترددت شائعات عن وجود شبهة جنائية في وفاته، فكيف مات ابن النجم أحمد زكي؟ وجدت قوات الأمن جثة هيثم أحمد زكي في حمام منزله بالشيخ زايد بعد استئذان النيابة بكسر باب الشقة، وذلك عقب إبلاغ خطيبة زكي بتغيبه لمدة يوم كامل. وخلال استجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين منطقة سكنه، تبين أن الفنان الشاب خرج قبل وفاته بيوم، وكان يبدو عليه حالة التعب والإرهاق، وأخبرهم أنه يعاني من مغص شديد، وذهب لشراء أدوية وعاد مرة أخرى إلى الشقة. ومن وقتها لم يظهر ولم يرد على هاتفه، وهذا أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية للواقعة حسب ما أكدت بعض المواقع الإخبارية. لذا طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الوفاة، ونقلت جثته لمشرحة زنهم لتحليل أسباب وملابسات وفاته قبل التصريح بالدفن. أسفرت المعاينة عن سلامة كافة منافذ شقة هيثم زكي، كما تبين من مناظرة جثمانه عدم وجود إصابات ظاهرية بجسده. لذا صرحت النيابة بدفن الفنان الراحل واستخراج شهادة الوفاة. لم تكن وفاة هيثم هي القاسية فقط، بل حياته أيضا، فعاش حياة مليئة بالقسوة والمرارة منذ صغره، وذلك بعدما توفيت والدته الفنانة هالة فؤاد وهو يبلغ من العمر 9 سنوات، ليعيش مع جده الذي توفي عندما بلغ زكي 14 عاما. ثم تكفل به خاله، لكنه فارقه أيضا بعد 2 فقط، ثم ذهب للعيش مع والده النجم أحمد زكي الذي توفي وهو يبلغ من العمر 21 عاما، ثم عاش بعدها وحيدا دون أهل. لم يكن يعلم الفنان الشاب أن رحلته في الحياة قصيرة مثل والدته تماما، وأنه سيلحق بأهله جميعا في سن صغيرة. ورغم وحدته وحياته القاسية، إلا أنه لم يستسلم وأصر أن يترك بصمة لها. بدأ الفنان الراحل مشواره الفني بفيلم حليم في العام التالي لوفاة والده، لاستكمال ما تبقى من مشاهد أحمد زكي في الفيلم. ووقتها تعرض لبعض الانتقادات بسبب مقارنته بوالده. رغم ذلك حاول هيثم إثبات موهبته باختيار أدوار مختلفة وبالابتعاد عن تقليد والده الراحل، على عكس ما يفعل أبناء النجوم. لكن هيثم اجتهد وقدم أعمالا مختلفة مثل البلياتشو والسبع وصايا وكلبش 2، ليضع له مكانا بين النجوم جيله ويترك بصمة قبل رحيله. شاركنا برأيك، هل كانت الوحدة سببا في وفاة هيثم أحمد زكي؟